السلام عليكم ورحمة الله، أتمنى تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم سندويتشات خفافين ولذاذين اللي كنقول لهم هنا في الشمال بوكاديوس، وبالخصوص بوكاديو تطوان كيكون لذيذ وما كينش اللي كيجي تطوان وما كياكلوشي. فبقوا معايا حتى الآخر الفيديو. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كما كتشوفوا هنا عندي المكونات الاساسيه للبوكاديو اللي غادي نحتاجهم. طبعا يمكن لكم تزيدوا بزاف الحاجات، ولكن انا اليوم غنكتفي غير بهادو. عندي هنا الخس مغسول ومقطع، طبعا غنشفوه مقطع هكذا رقيق. وعندي خزو او الجزر محكوك رقيق. عندي البصله حتى هي مقطعه رقيقه، والمرتديلا اللي ضروريه كتكون في البوكاديو تطوان، زيتون اخضر مقطع، والتونة او الطون بصافي مزيد ديالو كما كتشوفوا الزيت هو حتى هو غادي نستعملو، وبطاطا الروسة. بالنسبه لبطاطا الروسة انا سلقت هنا ثلاثه البطاطات وخزوه واحده او جزاره، سلقتهم وقطعتهم طريفات صغار كما كتشوفوا، وزيت عليهم جوج اصفار البيض حتى هما سلقتو. غنضيف شويه د الابزار وشويه د الملحه طبعا على حسب الذوق، ومن بعد غنزيد داك الزيت اللي صفيتو من التون، وغنزيد المايونيزة. يمكن لكم تكتفيو غير بالمايونيز، غير هو هاد الزيت كيعطي واحد اللذة لهاد البطاطا الروسة، وكتمعس وكتجينا خفيفة باش كندهنوها، وهذا هو السر البوكاديو تطوان. صافي غادي نبقى نمعس مزيان هاد المكونات مع بعضهم، وغنبقى مستمره كنمعس فيهم، ومن الافضل يكونوا سخونين باش دغيا كيتخلطوا لنا حتى غنحصلوا على فحال البيغي كتدهن. وبالنسبه للمايونيز من الاحسن نكونوا وجدناها في الدار، الدار كتجي لذيذه اكثر. كما كتشوفوا شريت هاد الكميرات هادو، صافي غادي نحلهم من الوسط وغادي نحيد لهم بطعه ولا اللبابه كل واحد شنو كيسميها، باش نبدا نعمر في البوكاديوس. غنسبق بطاطا الروسة هي الاولى، غندهنها مزيان في بوكاديو. وغنزيد التون، وغنبدا نزيد في الخس اللي مقطع كما كتشوفوا، غنزيد خيزو محكوك الجزر، غنزيد البصله، وغنعمل المرتديلا، وفي الاخر غنزيد الزيتون. وغنعمل كيتشوب، غنزيد مايونيزة، وغنبقى مستمرة كنعمر في البوكاديوس حتى غنكمل الكميرات اللي عندي كاملين بنفس الطريقة. يمكن لكم تعملوا حتى مطيشة غونديل، الروز، مكرونة، وحتى البربا ولا ريموناتشا. مهم هادشي كيبقى اختياري، كاين اللي كيزيد حتى طورتيه فرنسيسه حتى هي كتجي مزيونه في بوكاديو، وكل واحد شنو كيعجبو يعمل في بوكاديو ديالو. وهنا عملت مايونيزة وغنزيد لها واحد شويه زويته حاره،
غنخلطهم مزيان مع بعضهم وغندهن بهم بوكاديو ديالي، انا كيعجبني الحار كيلدد الاكل. بالنسبه لبطاطا فريز، ديجا كانت عندي مقطعه ومرقده في الماء مع شويه الخل. هاد الطريقه هذه كتخليها تجي مقرمشه وفي نفس الوقت ما كتشربش الزيت. ومن بعد ما تقلت البطاطا صافي غنعمر بها البوكاديو، وهي سخونه كتجي لذيذه. وهذه هي وصفه اليوم، بوكاديو تطوان اللي كيجي لذيذ وبنين ما تشبعوش منه. وبالنسبه للناس اللي خارج تطوان كيتوحشوه، يمكن لكم توجدوه غير في الدار، كيجي تماما فحال اللي كيتباع في الزنقه. شاركت معكم الاسرار والمراحل ديالو كامله، ممكن تديوه معكم في الخريجات ديالكم، غير هو خصو يتحضر ويتكال طري. وبالخصوص دابا الصيف كيعجبونا الماكلات بحال هكذا خفافين. نتمنى وصفه اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بلي لايك ولي كومونتير ديالكم اللي كتشجعوني بها. واللي اول مره كيشوف القناه يشترك ويفعل الجرس. خليتكم على خير، ملتقانا في وصفه قادمه باذن الله.